سجل المدافع ستيف بروس 19 هدفاً في موسم واحد مع أحد الأندية ليفربول، مع أحد أندية الدوري الإنجليزي، فما هو؟ طب استنى، لو أنت مش متأكد لا هي أصلاً محرفهاش بضم، هتخمن خلاص. طبعاً ليفربول. إجابة خاطئة. حولك المعلومات كاملة. لا أنا عايز أسمع. موسم 90-91 من 19 هدف دول 13 هدف في الدوري. نروح بقى خلاص. إجمالي أهدافه 113 هدف، ودرب كذا لاعب مصري، هو التاريخ هال سيتي وساندرلاند وأستون فيلا، ودرب جده والمحمدي، بيحب المحمدي جدا. مين بقى؟ مانشستر يونايتد. إجابة صحيحة طبعا، من أهم مدافعين المان يونايتد عبر التاريخ. غيرت النتيجة يارا وإسراء، النتيجة اتغيرت.